مشاهدينا دائما بالحديث عن الصدمات بنحكي عن الكبار بالعمر، يمكن لانه بنقدر نعبر ونقول انه انصدمت، صار عندي تروما من هاي القصص، ولكن ما بنراعي اطلاقا انه الاطفال ممكن يكون عندهم الصدمات تاثيرها سلبي اكثر لانه مو قادرين يعبروا عن الاشياء السلبيه اللي حسوها. تماما، اليوم هزار رح نحكي عن هذا الموضوع ورح نحكي عن تأثير الصدمات على الأطفال بشكل عام، كيف نقدر نتجنبها في حال وقوعها، كيف نقدر نتعامل مع الطفل بشكل عام لنتجنب الأثار السلبية اللي ممكن تتشكل على شخصيته أو بعض الأوقات حتى على جسمه بشكل عام. التفاصيل كلها مع الأستاذة نوف صالح الاختصاصية النفسية اللي صارت معنا لليوم. أهلا وسهلا فيك. خليلي ياك، مساء الخير، كيفكم؟ يسعد أوقاتك أستاذة نوف. هلا بداية خلينا نحكي أكثر عن الصدمة النفسية عند الأطفال، كيف بتتشكل وكيف ممكن تبين بالبداية؟ بداية صدمة، خلينا أول شيء نعرف الصدمة. الصدمة هي حدث مفاجئ غير متوقع بيتعرض له الكبير أو الصغير بالحياة، بيكون عند الشخص مشاعر من الخوف، من عدم الأمان، عدم الاستقرار. فكيف نحن لو بدنا نحكي عن الصدمة عند الطفل؟ هون صارت الفئة اللي عم نحكي عنها هي فئة كتير حساسة، هي فئة أساساً يعني مثل ما تفضلت وحكيتوا تعبير عندها قليل صعب. الطفل هو كائن حساس ما بيقدر يعبر عن مشاعره، المشاعر الفرح، مشاعر الحزن بالطريقة اللي بيعبر فيها الكبير أو بسهولة الطرق اللي بيعبر فيها الكبير بشكل عام. تماما. اليوم أستاذة نوف، إذا بدنا نحكي عن الأسباب الشائعة لحدوث هي الصدمة، ممكن تكون بناء على تربية الطفل بشكل عام تسبب تربية الطفل هاي الأسباب، أو يكون متحضر نفسيا أساسا لتشكل الصدمة عنده، أو لا في أسباب تانية؟ هلا أسباب الصدمة هي أسباب متنوعة، إلى علاقة بالمحيط الخارجي أكثر مما إلى علاقة بشخصية الطفل. شخصية الطفل أكيد بتلعب دور كتير كبير، هي نحن رح نحكي عنها بالشق الثاني من الحديث، لكن الشق الأول نحكي، خلونا نحكي عن أسباب الصدمة بالمحيط الخارجي اللي هي بتكون أحداث إلى علاقة ممكن بزلزال، بحرب، بفقدان شخص عزيز، ممكن بمشاكل عائلية، بطلاق الأب والأم. أما فيما يتعلق بالأسباب المتعلقة بشخصية الطفل، هون بتلعب دور بشدة الصدمة، يعني هون بدنا نحكي فيها، نروح بمنحى شدة الصدمة تتعلق بشخصية الطفل. فالطفل وقت بيكون عنده خبرة صادمة سابقة بتلعب دور، طبيعة الحدث الصادم هي بحد ذاتها كمان بتلعب دور بتحديد قد ايه أثر هاي الصدمة رح يكون على شخصية الطفل. تمام. هو اوقات يمكن كلمه بتاثر على الطفل بتلاقيه مصدوم، بقول لك انه يعني هي كلمه معقول اثرت فيه او بجوز انقالت بمزح من احد الاقرباء. تماماً. او الابوين. طيب كيف بكون شخصيه الطفل يتلقى هاي الصدمات بس بدون ما اصدمه؟ يعني التعود على الصدمات كمان شيء سيء اوقات، خصوصا على الاطفال، ما هو سليم خاصه على الاطفال، وحسب الفئه العمريه اللي بيكون عم يمر فيها الطفل. فعلا هي شيء ما هو سليم يتعرض له الطفل، خاصه مو سليم لجهازه المناعي، لجهازه العصبي، لجهازه الهضمي، خاصه وقت بدنا نحكي عن الصدمه اللي بيتعرضوا للاطفال هي اعراضها متنوعه، إلى علاقة بالجهاز الهضمي، إلى علاقة بأنه ممكن الطفل يصير عنده صداع، ارتفاع حرارة، كوابيس. نرجع للأول ما حكينا بالحديث عن الصدمات، أنه الطفل ما بيعرف يعبر، فوقت بيغب الصدمة جسمه عم يغبى، دماغه عم يغبى، كلها رح يتبين على هيئة أعراض. كيف أنا بقدر كون أو شكل طفل نوعا ما عنده نوع من المرونة أو القدرة على التكيف؟ صحيح. مع هاي الصدمات وقت أنا بكون نحن بنكون كأهل واعيين للأحداث المحيطة، واعيين لشو ممكن يصير
مع طفلي وقت بقدر أنا أكون باني جسر من الأمان وجسر من التواصل السليم والفعال مع طفلي، وقت أكون أنا حاضر جسديا وعاطفيا مع طفلي، يعرف طفلي أنه هو بيقدر يلجأ لي بأي وقت كان، خاصة الطفل أو الأطفال، فئة الأطفال بيستشفوا الأمان من أهاليهم. صحيح صحيح. يعني أنا أهلي بخير، أنا بخير، أهلي مو بخير، أنا مو بخير. ودائما يعني بالنصيحة هي معروفة، بأي مشاكل أسرية ينصح بأنه هي المشاكل ما تكون قدام الأطفال، لأنه الأطفال هن المتأثر الأول والخط الأول اللي بيتأثر بأي شيء بالحياة. صحيح. بشكل عام اليوم العلامات السلوكية للطفل يلي ممكن تظهر عليه انه هو يتعرض لصدمة معينة، شرط تطلع مباشرة العلامات السلوكية او لا، وشو هي؟ بتطلع مثل ما حكينا انه الطفل ما بيعبر بالحكي، خاصة الفئة العمرية اللي هو يعني عم يمر فيها في فئات عمرية او مرحلة عمرية، بيكون الطفل حصيلة اللغوية الموجودة عنده هي قليلة، فبتطلع من الأعراض السلوكية اللي ممكن تظهر على طفلي وبتدلني على أنه طفلي تعرض لحدث صادم أو حدث غير متوقع أو حدث غير سليم، هي قد تكون أعراض تجنبية أو قد تكون أعراض هجومية اندفاعية، قد تكون غضب ممكن يعبر عنه طفل. تجنبية لما هو بيتجنب أي شيء بيذكره بالحدث أو بيتجنب التعامل مع الآخرين. لما أنا بحس أنه طفلي بعلاقة الحب وعلاقة المحبة المرتبطة بالآخرين في شيء مانو سليم، في شيء مانو واضح. تمام. طيب كيف بتعامل مع طفلي المصدوم سواء الآباء حتى في دور يمكن للمدرسة والمدرسة أو المدرس المباشر لهذا الطفل؟ تماما، دورهم كتير مترابط وكتير قوي مع بعض وبيكمل بعض، لكون الطفل هو ما بس عايش بالبيئة الأسرية، هو كمان عنده بيئة المدرسة، فالتعاون قد ما كان قوي قد ما نجح بأنه يخلينا يخلي الطفل يتجاوز هاي الصدمة. أول شيء نحن نعرف المحيط بأنه هذا الطفل عنده صدمة معينة، نحن نكون واعيين أنه أنا طفلي عنده صدمة معينة، أعرف شو القصص اللي بتخلي طفلي، شو هي القصص اللي عم تخليه تحت الإثارة، يعني بتثير عنده مشاعر الخوف والقلق، بتذكره بالحدث الصادم، أنا أتجنبها قدر الإمكان كمواقف، ككلمات، أي شيء بيذكره بالحدث الصادم، أمن له بيئة آمنة، بيئة أسرية آمنة بالمنزل وبيئة مدرسية آمنة كمان. كمعلمين أنا بقدر ألعب على المواد التعليمية الداعمة للي بتخلي طفلي قادر على التعبير، قادر على إظهار هاي المشاعر بطرق سليمة كالرسم، كالعلاج باللعب. تمام. يعني كان بدي أسألك على هاي القصص، ممكن مثل ما قلنا أنه أوقات القصص السلوكية اللي بتطلع عنده الكتمان، يعني بيتجنب الحديث عن هاي القصص، وللأسف ببعض الأوقات ما بيكون في ثقة من الطفل بأهله أو ما تكونت هاي الثقة، خلينا نقول 100% ليحكي كل شيء صدمه أو خايف منه. الأساليب يلي ممكن خليه يعبر عن صدمته ولكن بنفس الوقت ما يكون خايف، ما يشعر بالخوف، مثل ما ذكرت يمكن الرسم أو في يمكن قصص تانية. التعبير عن الصدمة أو البدء بعلاج الصدمات عند الأطفال هو طريق بيبدأ بشكل تدريجي وبشكل لازم يتم بطريقة آمنة، بطريقة مع شخص، يعني أول شيء بيشتغل عليه المعالج النفسي مع الطفل المصاب بصدمة هو الثقة. يعني أنا ما بقدر خلي الطفل يحكي إذا ما في بيناتنا ثقة متبادلة، فأنا كونت الثقة، بنيت هاي الثقة، بقدر أنا فوت بعدين على العلاج الطفلي من الصدمة عن طريق الرسم، عن طريق اللعب، عن طريق العلاج السردي، عن طريق العلاج المعرفي السلوكي CBT وهو معروف يعني بعلاج الصدمات. تماما. اليوم هذا العلاج قديش ممكن
يستمر او في فتره معينه بحاجه يخضع لها الطفل او لا، لنحس انه نحن طفل تحسن. كل طفل يختلف عن الآخر بكيفية علاجه من الصدمة، وكل صدمة تختلف عن الأخرى، كل صدمة بتعرض لها الطفل تختلف عن صدمة تانية ممكن يتعرض لها طفل تاني. يعني إحنا ممكن بنفس المكان تعرضنا لنفس الصدمة تأثيره مختلف من طفل إلى آخر، فهي العوامل بتلعب دور كتير كبير بعلاج الصدمات عند الأطفال. تمام. طيب خلينا نحكي أكثر عن الآثار الصدمة على الأطفال بالسياق التعليمي بالمدرسة، كيف ممكن تأثر عليه، درجاته بالمدرسة، تعامله مع أقرانه. تماماً. الدراسات الحديثة بتأكد على أنه الصدمات لها تأثير كتير كبير على الجانب الأكاديمي للأطفال، يعني جانب التعلم بتخليهم متراجعين أكاديمياً عن أقرانهم للأسف، لأنه الصدمة بترفع هرمون الكورتيزول أي هرمون الإجهاد. هرمون الإجهاد متى مرتفع بالدماغ بيخلي الحصين أي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة متأثرة، فبالتالي بيصير عندي في تأثر بالتحصيل الأكاديمي للطفل وبتعامله مع أقرانه كأصدقاء. ممكن مثل ما حكيت يكون عندنا سلوك تجنبي أو سلوك اندفاعي هجومي. تماماً. اليوم أستاذة نوف، موضوع التدخل المبكر إذا بدنا نقول بشكل عام لهي الحالات، قديش ممكن يقينا من ردات فعل، حتى ردات فعل على صعيد الجسم؟ يعني هلأ بدنا نستعرض بعد شوي المادة ونشوف سوا قديش ممكن الصدمة تشكل ردة فعل حتى على صعيد الشكل، على صعيد الوجه، بعض الأوقات توصل لمراحل كتير خطيرة. فاليوم قديش التدخل المبكر مهم بهذا الموضوع؟ كتير مهم. كتير مهم من ناحية أنه ما يتطور عندي. متى ما تدخلت أنا بشكل مبكر، يعني أنا جنبت طفلي أنه يفوت بمراحل PTSD اضطراب ما بعد الصدمة. هلا اليوم لما نحن عم نحكي عن مصطلح الصدمة، نحن ما حكينا عن اضطراب ما بعد الصدمة PTSD. مصطلح الصدمة هو المشاعر والأفكار والأعراض السلوكية اللي بيتعرض للطفل بمدة تتراوح ما بين من لحظة وقوع الصدمة حتى 4 أسابيع. لكن متى ما تجاوزت 4 أسابيع فنحن فتنا بمنحى PTSD اضطراب ما بعد الصدمة. فكل ما كان التدخل المبكر سريع كل ما كان أفضل بالنسبة للطفل. للأسف. يمكن للأسف هذا الشيء اللي اليوم عم يوقع على الأطفال في غزة اليوم والأحداث اللي عم تصير، شفنا كثير من الفيديوهات، وللأسف يعني الفيديو القادم هو من أكثر الفيديوهات اللي أثرت فيه على صعيد الشخصي، وبتخيل رح تأثر بكل شخص ممكن يشوفه نتيجة هاي الصدمات. خلينا نتابع سوا. مرحبا يا عمو، كيف حالك؟ الحمد لله. مالك بتعيطي؟ أنا شعري نحال خاف، والبنات رام يحكوا لي انت ليش لابسه هذا البندانة اللي عشعرك، انت قرعة، انت معك سرطان، انا كمان نفسي يطلع شعري. انا الطفل اللي شايبته. احكي لي من ايش نحل شعرك؟ خشوا اليهود علينا، كنا نايمين احنا وكسفوا الطابق اللي فوقينا احنا وبالمستشفى، وفجأة يوم يومين نحل كل شعري وصار زي هيك. يعني نحل من الخوف. عم تعيطيش، والله انك انت احلى بنت، انت حلوه، البنت هاي حلوه وانا شايفها حلوه، واذا انتم شايفينها حلوه اكتبوا لها اذا هي حلوه ولا لا. انت شو نفسك؟ انا نفسي يطلع شعري واصير امشي زي البنات، زي ما كان شعري بالايام العاديه طويل وحلو، وكنت امشط عكسين وما احلى كان. هي انا قبل الحرب طلع كنت احلاني. الله يا الله، والله انك حلو، كنت محلاكي وانت لقيت احلى. طلع شوفوا لي كيف كان قبل ما يتساقط شعرها. يا ريت اللي بيقدر يساعد هاي الطفلة بأنها تتعالج وترجع زي ما كانت ما يقصر. يعني للأسف لو قادرين أكيد نساعد رح نساعد بالقدر يلي فينا عليه،
نحن يمكن من واجبنا المهني عم نسلط الضوء على كل شيء عم يصير أكيد بغزة وبكل أطفال العالم اللي مضطهدين. خلينا نقول يمكن سوريا كمان مرقت بظروف حرب، قدي الحرب قدي خلينا نقول الكوارث الطبيعية، القصص يلي بتكون خارج عن إرادة الأهل والطفل والدنيا كلها ياتها بتأثر لهاد المنحة أو لتوصل الطفل للأسف لهي المرحلة. بتوصل الطفل لهي المرحلة، بس قد ما كنت أنا واعية للتجارب اللي ممكن يمر فيها الطفل، خاصة مثل ما تفضلتي وحكيتي هي من التجارب اللي ما بقدر أنا أمنع حدوثها، ما بقدر، هي غير متوقعة. تعرف هاي الحالات غير متوقعة ترجع تستعيد حياتها طبيعية قوتها وشعرها وحياتها. ممكن في حال الخروج أكيد من هاي الحرب بشكل كحالة مثل هاي الحالة بشكل عام قادر اليوم التعامل مع بما يتعلق بالطب النفسي، الإرشاد النفسي بعد ردة الفعل هاي القاسية وحالات أخرى يمكن تكون بالمجتمع تستعيد؟ قادرين إحنا بخطوات علاجية نستعيد الثقة بالنفس؟ أكيد قادرين بخطوات علاجية مدروسة، قادرين الطفلة تستعاد صحتها النفسية والعقلية والبدنية. تماما، شكرا جزيلا أستاذة نوف صالح اختصاصية نفسية لليوم. أكيد بدنا نتمنى الصحة والسلامة للجميع ولكل الأطفال بكل بقاع الأرض. اليوم الطفل من حقه يعيش ومن حقه يعيش حياة سليمة وصحية نفسيا واجتماعيا وكل هي الجوانب. كل شكر لك مرة ثانية. شكرا لكم، شكرا كثير لحضرتك.